وخلينا نتكلم على وجود طارق حامد داخل نادي الزمالك وامكانيه رجوعه مره ثانيه، هل ممكن الكلام ده فعلا يحصل من وجهه نظر حضرتك ومدى تاثيره؟ اكيد طارق لعيب مهم جدا وكان من الناس اللي جماهير نادي الزمالك بتحبها، وطارق ادى لنادي الزمالك مواسم طويله جدا بقوه وبعطاء ويعني واصرار، وكان من اللعيبه اللي الناس بتعلم منها كتير جدا. طارق لعيب مهم، ولو عودته لو طارق حامد هيبقى في عوده لنادي الزمالك هتبقى عوده تكريميه مش هتبقى اكتر. يعني طارق بتكلمي على برضه 39 40 سنه، ولكن طارق يقدر. لو بتكلميني على الحته الفنيه، لا طارق يقدر يجي ويلعب وما عندوش مشكله خالص. بس ما اعتقدش ان نادي الزمالك هيرجع طارق ان هو يبقى بيعتمد عليه بشكل كبير. انت برضه بتعمل احلال وتجديد وبتحاول تقلل العمر شويه، بس عبد الله ده حاجه استثنائيه فمش هنعيد مش هنتكلم عليه تاني. شيكابالا حاجه استثنائيه برضه في موضوع السن، لكن ولو طارق حامد رجع وعمل مفاجاه يتمنى هتغير كلامك؟ اتمنى، لان انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، اتمنى، لان طارق لعيب مهم قوي 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 ورقم 6 زي ما قلت لك. ليه ما يبقاش استثنائي زيه؟ والله علشان طارق بقاله فتره لسه بعيد، يعني بقالنا فتره ما شفناهوش عشان الناس مش شايفاه. بالظبط. خلي بالك يا كابتن علاء، ده بينطبق على لعيبه كتير جدا حتى لو صغيرين في السن. يعني ناس كتير قوي شككت في بن شرقي اول ما انضم لنادي الزمالك، رغم انه كان جاي من هلال الهلال السعودي وكان قاعد وقتها دك ما بيشاركش، وقال لك مين اللاعب اللي ما بيشاركش ده المستوى ومستواه سيء ويجي نادي الزمالك يعمل ايه؟ واللاعب اظهر مفاجاه كبيره جدا طبعًا. بس عنده يعني الناس عارفه ان بن شرقي عنده، فاقصد ان السن ولا هو مقياس لا خالص، ولا عدم المشاركه مقياس لا خالص. بس لو لعيب بعيد بقاله فتره في سن كبير شويه، الموضوع بيختلف عن لعيب صغير في بعيد. لان لما تبقى لعيب عنده 39 سنه وجاي على 40 سنه في نادي الزمالك، انت برضو ممكن يجي وممكن يؤدي. يعني دي طبعا وجهه نظر، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. يمكن طارق لما يرجع يغير وجهه نظر الناس في اللعيب اللي في السن ده. هو عبد الله غيرها اوريدي، فانا بتكلم على ان طارق في مكانه ده في الوقت ده ممكن لو رجع نادي الزمالك، الله اعلم طبعا، بس ممكن لو رجع نادي الزمالك ممكن يؤدي ويبقى كويس ويبقى جنب دونجا. يا ريت يبقى الاثنين يبقوا قافلين الحته دي بشكل كبير، لان رقم 6 فعلا نادي الزمالك محتاجه. صحيح.